أهلا بكم من جديد. تحت وطأة الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، لم يعد الراتب الذي يتقاضاه رب الأسرة كافيا، خاصة إذا كانت ربة المنزل لا تعمل. فكان لابد من بعض الأعمال التي تتقنها الزوجة كي يستطيع الرجل تحمل أعباء الحياة الصعبة بشيء ولو كان قليلا من المال لسد احتياجات المنزل ولتغطية الالتزامات التي باتت ضرورية لا غنى عنها. وبذلك توجهت بعض ربات البيوت إلى إنتاج أعمال يدوية مثل الغزل والنسيج وحياكة الملابس وفن التريكو وصناعة الأطعمة القديمة التي تعلمنها من أمهاتهن أو حتى جداتهن، من أجل إضافة دخل ليس بالكمالي بل هو ضروري كما أسلفنا لتغطية الاحتياجات المنزلية الأساسية مثل أقساط المدارس والجامعات وإيجار المنزل وغيرها من الاحتياجات. ثقافة العيب في تلك الأعمال أو النشاطات لم يعد لها وجود، فقد تجاوزها المواطن الأردني وأصبح غير معترف بها، فأصبح الزوج يفتخر بزوجته التي تعمل على إنتاج مشغولات يدوية، وكذلك الأمر بالنسبة لدعمه لتلك المنتجات من خلال تسويقه الشخصي لما تقوم به الزوجة للأصدقاء والمعارف، ولم يعد يخجل من ذلك أبدا، والأمر بالحقيقة أن تلك الأعمال غير مخجلة أبدا، بل بالعكس فالشخص المنتج أفضل من غيره بكثير. العديد من المنظمات والشبكات المحلية تدعم وجود تلك الأعمال المنزلية وتعمل على تسويقها، فأصبحت تعقد الدورات المتخصصة بإنتاج المشغولات اليدوية والمصنعة منزليا، فأصبحت توظف سيدة المنزل المحترفة كمدربة متخصصة وبراتب شهري يضمن للجمعية إنتاجا جيدا يقبل التجار ببيعه وتسويقه داخل محلاتهم. من الزرقاء والكرك ومعان، نتابع معا التقارير التالية التي عدها الطلبة هناك. تتميز البلدان العربية بالمحافظة على التراث، وذلك من خلال التمسك بالصناعات والحرف اليدوية مع إضافة بعض التطويرات عليها بطريقة عصرية تناسب الحاضر وتتمسك بعراقة الماضي. فأصبحت الصناعات اليدوية تدعم من قبل مؤسسات مختصة وتقوم بدعمها وتقويتها وإثبات وجودها. طبعاً الصناعات اليدوية بيحتاجوها كثير 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 يعني شعبنا، لأنهم معتمد عليها ومتعود عليها، متعود عليها على أساس إنها هي من التراث. بتقدر يعني ستات البيوت في أكثر من أنا بجل يعني برفع بعطي احترام لكل ست بيت فعلاً تنتج شغلة إلها اللي تساعد مثلاً أسرتها، وفي والله بعض ستات البيوت فعلاً بمحترمات بيطلعن شغل تطريز، بيطلعن شغل حبكي في الخرز، بيطلعن شغل تطريز الثوب الوطني الأردني. ومع مرور الوقت تطورت الحرف اليدوية وأصبحت تمارس من قبل النساء في المنازل ومراكز تعليم هذه الحرف، إذ تخلص مجتمع محافظة الزرقاء إلى حد ما من ثقافة العيب التي كانت تمنع المرأة من العمل، فتعددت الحرف التي تصنعها المرأة والتي تسهم هذه الحرف في زيادة دخل الأسرة والمساعدة في شؤون ومتطلبات المنزل. والله في صناعات كتير، منها مثلا صناعة القش، منها صناعة الصوف، منها صناعة الخياطة، التطريز. في برضو شغلات جديدة طلعت للستات، إنه مثلا الصواني يعملوهم من الخرز. في شيء اسمه مثلا ممكن يعملوا شنتات الطلعات البنات المدارس، كلها هاي حيك وحيك زي الصوف تقريبا. بالنسبة لي أنا اختصيت بالقش، حبيته وملت له أكتر. والله القش شوفي له، أول إشي في عندك هذا القش الأساس، وفي عندنا قواعد لكل إشي بدك تستخدمه. مثلا هاي قاعدة صينية قهوة سادة، بنبلش فيها إنه بناخد القش بنبله في المي وبنقص الخيطان حوالينها، طبعا العدد دائما مفرد ما بكون مجوز عنا، وبنبلش نحيكه كأنك بتحكي خيطان صوف. وانتي وفنك في النهاية بتصفي معاكي، طبعا انتي شو ما بدك بتحطي زين في النهاية بتصفي معاكي هيك الأشكال. فصرت أشتغل في البيت أبيع للناس، صار يجيني دخل إلي أنا كشخص شوي شوي، يعني لما بزيد عدد مثلا الناس اللي بدهم يشتروا مثلا أشياء صار يزيد الدخل بالنسبة للبيت. صرت أساعد زوجي في مصروف البيت، في أمور تانية كثير. أنا بشجع كل ست بيت توقف جنب زوجها تساعده في أموره، بالعكس هاي بتدعمها هي حتى هي كست كشخص إلها ككيان،
لست انه بتكون لونها قاعدة في البيت بس منتجة داخل بيتها بدون ما تطلع حتى برا بيتها. فهذا الشيء بالعكس بيساعدها وبيساعد زوجها اولادها اسرتها. لو على مستوى الاسرة فقط انسي المستوى اللي براني للمجتمع الخارجي، على مستوى البيت تقدر تساعد اهل بيتها. تكمن اهمية الصناعات والحرف اليدوية في المحافظة على التراث والمحافظة عليه من الاندثار من خلال التمسك به وجعله مصدر رزق لعائلات عديدة. تراث يحافظ عليه ودخل لا يستهان به، تلك هي الحرف والصناعات اليدوية. علا ملحم لبرنامج من نوفينا.